انا مانيش فهمانه ليش بعد في ناس متامله من رجالنا السياسيه احبائنا انه يلاقوا الحل لازمه تشكيل الحكومه، الحل لازمه الاقتصاديه، ازمه البنزين. يا حبيباتي هول جماعه بعدهم لهلا ما لاقوا الكليتوريس، بدهم يلاقوا الحل للبنان. شو بنا يا جماعه البزر ومش عم بلاقوه. توافق كامل على الكذب بالمجتمع، يعني في توافق، الناس بتقعد مع بعضها وعم بتمثل. لا التمثيل، انا غرام التمثيل على المسرح، وقت عم مثل بالمسرح مش حتى ستاند اب. ستاند اب انا مع بيرفورمنس طبعا. ف وهيدا كمان ببين بشغلي انه انا عم عايش حقيقتي المطلقه ضمن قناعاتي، ضمن ان كان هيدا نظرتي للدين، نظرتي للوجود، نظرتي للمجتمع، نظرتي للسكس، تجربتي بالسكس، تجربتي كمرأة لزبين أو أحاقية مثلية. فأنا ما بديش خبي حالي. هلا بطبيعة الحال نحن بمجتمعاتنا وقت الرجال يخبص بنقول له شيء، لأنه رجال عنده حاجاته. والحياة هي على بعضها كوميدية، يعني كلها أبسيود على بعضها، فإنه هو بكفي الواحد يعيش يراقب وياخد نوتس. وانا هذا اللي بعمله، يعني عندي على الدرايف تاعي صفحه كل وقت شو اي فكره كوميديه او مش كوميديه، بايخه او مش بايخه، شو ما كانت بحطها. ولما بدي اقعد بكتب بحطها وبلش بايدي، يعني على الورق وهيك اي ديفلوب وهيك. انا بعتقد انه انا شغلي وحربي ومصرياتي ويعني واللعب كلهم بوظيفتي. فهمت شو قصدي؟ انه انا وقت عم بكتب عم بلعب وعم ضحك حالي وعم كون كرييتيف. سو كرييتيف بروسس رائع دجا. عم طلع مصاري روعه، عم ناضل روعه، عرفتي؟ عم بتسلى روعه. لانه بعتقد انا كثير 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 لكي انه في ناس بعد لهلا يمكن ما لاقوا شغفهم. يعني مبروك الحكومه. I'm so excited حتصير عندنا مترو وترامواي و... مترو قاهرة. I enjoyed the show very much. I think it was very smart, very intelligent, very well written. She's amazing on stage. برافو عن جد، برافو برافو.